السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال جيده. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، فلوق ديال السفر ان شاء الله لمدينه مارتيل. كيف ما قلت لكم ديجا في الفيديو البارح، اليوم ان شاء الله باذن الله شادين الطريق لمارتيل كما العاده. الصباح بكري، 5 الصباح هادي، باش شادين الطريق ان شاء الله. يلا تيسرنا، يلا توكلنا على الله. بون البنات، حنايا وصلنا، دخلنا هاد السيدة كنا كرينا عندها في التليفون، قريبة صراحة ما بعيداش على لافيل. هما ماشي لي زابارتومون اللي على البحر، ما لقينا والو، كلشي كومبلي. خديناه شوية يعني ضروري تحركوا بالطوموبيل، ولا ما بعيداش. اش نقول لكم، الناس اللي مخلطين في الشمال حدا البومبا ديال افريقيا، حدا اللي كاينه. صافي جينا الدار النقيه، زبينا السيده كتبان الله يعمرها دار. عند الكلمه، لان كنا ديجا كرينا عند وحده جلسات 6 البارح في الليل مع 8 د الليل، تقول لك حق الله راه دخلت وحده البارح كريت عليها باش ما نضيعش فيها شويه. هي تعاود تعيط علينا، قالت لنا لا صافي غير اجي وراه الدار، هي راه خوات ما بقاتش شدتها الاخرى. المهم كيكون دخل ويض هادي باش عجبنا، اللي عجبنا فيها زعما الكلمه، عطاتنا الكلمه ووفات بها. المهم دخلنا دابا، حطينا حوايجنا، غادي عاد غنخرجوا نمشيو نفطروا ان شاء الله. عتيت العيه ديال الطريق راه باين غير في وجهي، غيعطيكم العفون. ما يمكنش نجيو للشمال وما ناخذوش الفطور ديالهم، لا معروف بشي كيكون فيه الجبل البيض والكاشي مرتديلا. خدينا البنات اللي خداو حرشة كانت تسناو يجيبها. وشوفوا هاد البني عنده، كان عند واحد تيتبعنا، خدينا ما عرفناش كي داير. المهم تندقوا رد عليكم. من بعد ما فطرنا الحمد لله وسالينا، شدينا الطريق، جينا الفنيدق، ما بغيناش نضيعوا الوقت. شفنا النهار سالا سالا وشويه الحراره ما سالا كاع، يلا دابا الوحده هاجي صافي. هو تيبان لكم الجامع نيت الفنيدق، صافي قلنا نجيو نحيدو علينا اليوم، نحيدو علينا الفنيدق نشوفو الا لقينا شي حاجه. راكم عارفين مع المشكل ديال السبتاسات ديال اسبانيا، المهم المشكل اسبانيا السلعه كتكون قليله، وعلى ما سمعنا ان الاكثريه سادين، دونك واش غادي نلقاو شي حاجه ولا ما نلقاوهاش. والاثمنه ما عرفناهمش كي دايرين، ديجا راه في اكادير الاثمنه زايدين في السلعه، كلشي عند السيده. انا ملي كنت كنتقدى شحال من حاجه باردون زادت في الثمن ديالها. حنا المهم غادي نمشيو على الله وغادي نشوف، واللي كان هانتوما معنا صبت نصور لكم شي حاجه لقيت الدنيا خاويه نصورها لكم. وصراحه بان لي الدنيا خاويه، باين العربون غير من لهنايا، حيت مولف هاد البلاصه هادي تتلقاوها عامره بزاف. البنات رجعنا من الفنيدق او لاكاستياخو، ما خديناش شي حاجه تقريبا، ما خدينا والو غير البسكويت وهذا، اي حاجه شي سته الحاجات اللي خدينا. لي بخي زايدين بزاف، لي بخي تقريبا انا جاوني شي ديزارتيكل اللي راهم في البخي بحال اكادير، وشي حاجه كاع زايده عليها بديك درهم جوج دراهم، دونك موفيز افير. محلات اكثر يسادين سورتو القيصريه، عرفتي القيصريه الداخل اللي دخلتو، كنهضر لكم على الجهه، جيت ديك الجهه اللي اونفاس مع الجامع اللي فيها اللي كيتبع هادشي المواد الغذائيه وهذا. القيصريه الداخل اكثريه حالين قلال، اكثريه سادين قلال اللي حالين، والمحلات على برا السلعه قليله، ما كاينش كلشي، ما كاينش داكشي اللي موالفين. عاوتاني الا طلعتو الفوق جيت الحوايج حتى هما نفس الثمن، ما كاينش حتى شي اختلاف بين اكادير، يعني الانسان غير الا غيتعذب لهنا وصافي. داكشي علاش ما خدينا والو، ما كاينش نتقلو الحاجه اللي بنفس الثمن اولا ناقصه بدرهم، كاينش نتقل بها انا من هنايا حتى لاكادير بما انها موجوده عندي. اللهم حتى تما كاينه واحد السيده في ثانيه الرمل كنتقداو عندها في تطوان، هي من غادي نمشيو دابا بما انه النهار مشى، هذه ثلاثه النهار مشى. اللهم نمشيو نحيدو علينا هاد الشيء ديال التقديه ديال سميتو، نشوفو لي بخي كي قلت لكم حتى هي، نشوفو لي بخي عندها كي دايرين، حيت دابا الاشكال هو انه السلعه ما كايناش. المحلات كي قلت لكم مسدودين، السبته منين كتدخل السلعه وسبانيا ما كاينش، يعني اللي عنده شي حاجه
كيبيع بالثمن اللي بغا، وصحاب الكرو دوك اللي كاينين نورمالمون تما اون فاس مع الخصاريات اللي كيبيعوا بحال كتاخدي عندهم مثلا كرتونه د ميلكا، هذوك ما كاينينش كاع نهائيا سادين دوك لي فورنيسور. داكشي علاش لي بري شويه زايدين بارابور لكي مولفين. مولفه كاع كنتقدا في الصيف اللي كيكونوا الاثمنه طالعين، بحال مثلا ميلكا وافرز وهذا كنا كناخذوها ب 15 درهم، دابا داير ليها 17 درهم اوف كتلقايها في اكادير مثلا 18 19. دونك ما كاينلاش الانسان شي حوايج بحال هكا ما كاينلاش يتقل بهم الواحد. كاين باش مثلا ناخذها انا ب 15 ولقاها في اكادير 19 20 راه مزيانه، 17 راه مزيانه ناخذها انا. المهم الا جاب الله لقيت شي حاجه في تطوان راني باش ما كان غادي نعاود نرجع معكم ونقول لكم شنو كاين. بنات انا رجعت معكم غادي نبارطاجي معكم لي زاشا، وكيف ما كتشوفوا النصيحه نعطيها لكم الناس اللي عوالين انهم يجيو للشمال، كننصحكم انكم غير تعاودوا تفكروا في شي ديستيناسيون اخرى، صراحه موفي زافير. جينا وفات فينا حتى جينا وندمنا، نقدروا غنزيدوا غير غدا مازال وغادي نزيدوا في حالنا حتى داك الكرا اللي خلصنا وداك الشيء غادي نسمحوا فيه. كنا نورمالمون غادي نجلسوا هنايا واحد 4 ايام ولا 5 ايام، ولكن عامره 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 بزاف، الماكله زيرو، السيرفيس زيرو، الكرا احنا دابا كتشوفوا والله العظيم هذه ديال البيم اللي لقاها غير هي خدها، رحمه سيدي ربي عرفتي كاين الصاد. وفاش كرينا حنايا كرينا من كازا، اتصلنا بالسيده وهذا قالت لنا كاينه الدار وراتنا تصور التروازيام وهذا، فاش جينا دابا كنلقاوها كاينه في الكاتريام ومننا للسطح، كاين دابا فوقنا السطح عرفتي، والدرجة شوكة هي الدار زوينة ونقية وكلشي، ولكن الصهد الصهد ضربة الشمس كضرب فيها الشمس من جويه كاملين، جويه بثلاثة وعاد من الفوق عرفتي حرارة وصافي. فاش اتصل بها راجلي دابا قال لها ودي راه الدار سخونة وداكشي درتي معايا ماشي ولكن، قلتي لي الدار في طروازيام ما كنطلعو حتى كنشحفو، قالت لي أحقا إلا بيتي تمشي راه مردلكش العربية. المهم قلنا غالبا غادي نزيدو غدا حتى هو في الشكل، نشوفو هاد الليله كي ندوزو عليه، الا كنا قدينا نصبرو نزيدو غير غدا صافي ونتيسرو في حالنا. ما قديناش حتى غدا غنسمحو فيه حتى هو وغادي نزيدو، حيت كيف قلت لكم عامره بزاف الماكله والو، المهم حتى حاجه خرجتي فين غادي تخرج، ما كاين ما قاد تتشملاه ولا والو، كيكون الصحن كدير بالناقص. زعما موفي زافير والله اللي بيجي. مازال تطوان بانت ليا خاويه على مارتيل، مارتيل عامره بزاف. المهم نرجعو للزاشات ديالنا. بالنسبه للمارتيل خديت هذا، شوفو نوريه ليكم ها هو كي كيجي، ديال هاد لامارك دولز، زوينه هاد لامارك، خديت منها كيجي كتجي هاد اش نقول لكم، ما هو كوفر لي ما هو جوتي على لو لي مع جوج مخدات ديالها، ها هو غيكون باين لكم في لا فوتو في الفيديو. هكا كيجي هذا، خلاه لينا بلو بخي ديال 300 درهم، قلت لكم لا مارك ديال دولز قال لي زوينه، انا صراحه ما عمرني جربتها، هذا اللي لقيت عنده بخاف البيض صافي هو اللي خديت. دابا غادي نعطيكم الحوايج اللي خديت في تقريبا على واحد الساشيه بغيت نشوف فين كاين البنات ونرجع معكم. بالنسبه للبرينغلز هذاك لو بخي ديالو معروف، خدينا في الفنيدق ب 15 درهم. انا عطيتكم اللي خديت في الفنيدق، خديت هاد الكوكيز هذا ديالي، هذا ديال لا مارك غيفو اولا الماكازان غيفو، هذا ب 17 درهم، وهاد ميلكا وافوز حتى هي ب 17 درهم. هادو في الفنيدق ملي مشيت لتطوان عرفتي البنات، غادي ننصحكم بهاد السيده سميتها صالحه، اولا شوفوا كلهم صراحه هادوك اللي في تطوان كلهم سيروا غير ثانيه الرمل، ديروا غير جي بي اس ثانيه الرمل وسيروا كاع هادوك اللي كاينين في تما عندهم لي بري زوينين. انا نعطيكم غير المقارنه وانتم غتحكموا. بحال دابا هذا ها هو اللي خديت في الفنيدق وعندهم كاملين طرت عليهم كاملين ب 17 درهم ياك، خديته عندها هي ب 12 درهم غير باش تشوفوا الفرق في لي بري.
المهم نوريكم اللي عقلت على لو بري ديالو هو هذاك اللي ما عقلتش على لو بري ديالو غنحاول نفكر. المهم هاد الكوكيز هذا خديت فيه الشكل زوين صراحه. وكاين واحد اخر راه كنت بارطاجيتو معكم شريتو عند اشرف اللي في سوق الحد مول بروموسيون حتى هو ديال الماكازان ريفو حتى هو زوين. خديت المهم هذا دبل شوكليت وهذا بلي بيبيت ديال الشوكولا وخديت هذا الشكل هذا حتى هو كيبقى نفس الثمن هادو قلت لكم 12 درهم في التتوان الفنيد 17 هادي 17 في الفنيد هادشي الله ما عقلناش على لي بخي. هادي ابيس واعره 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 بزاف الثمن ديالها واقيله واش قالت لي شي 12 درهم. المشكل حتى لا فاكتور باش خلصت ما كايناش غالبا غنعاود نرجع عندها وغنعطيكم نقدر الا كنتو مهتمين بغيتو نعت لكم فين كاينه نعت لكم ونجيب لكم معايا لي بخي. المهم هادو راه خديت منهم مازال راه كاينين فشي بلاصه يمكن 12 درهم ما عقلتش بالضبط. المهم غالبا 12 درهم خديت هاد لي غوفخ ولا الوافلز هادو قربو يتبيريمون غنعطيكم لاضات هادو دايره ليهم 8 درهم الوحده كتجي واحد الغوفخ وكتجي مع واحد الساشيه فيها الشوكولا. هادي بالنسبة ل باتبيريما نهار 26 في شهر 8 يمكن هداك هو لاضات ديالها داكشي علاش الصندات هدات ليها 8 دراهم. جيت عندها هاد الشوكولا هدا صراحة معمرني جربتو ديال التخيفل التخيفل و الفرومبواز ديال البينيلا ما عرفتش كي داير خديت منه غير واحد هذا ما عرفت واش 12 ولا 15 يمكن 15. ودا ديك سوسيتو كتكون مع ديك السنيده الحمضاء فيها كبنتي بيتي دابا لا هذا تا هو قرب يتكريم ما قرب والو فيه 10 10 2021 دايره لي 3 دراهم وراه 8 دراهم هاد اليوم هذا باش كناخذو في المرجان هادي كيحكم الكوني هذا باش كنمشي للالمان ديما كناخذو ما عقلتش واش كناخذ هادو ديال ريفو ولا ديال بيني ما عقلتش انا ماكازان اللي كناخذو هادو شريت فيهم شي 3 لو بري ديالهم ما عقلتش صراحة الله غنعاود نرجع باش نعطيكم لي بخي حيت دابا كنبارطاجي معكم لي زاشا بلا لي بخي. المهم شوفوا انا واحد الحاجه غنصيحه نعطيها لكم لوجه الله فتو حتى جيتو ما كاينلاش تمشيو للفنيدق اولا كما كيقولوا لي الناس هنا كاستياخو سيرو غير لتطوان كاينه السلعه احسن من الفنيدق كاين لو شوا ولي بخي ناقص بارابور الكاستياخو ما كاينلاش ضربوا ديك الطريق وديك الحاره على والو كتعرفوني الناس اللي متبعيني عارفيني انا هذا تنحمق عليه دائما تناخذو هذا نورمال ممكن ناخذو مع 24 ولا 25 درهم خديته هنايا ب 16 درهم باش خديت فيه جوج حيت ديجا واخا دابا كيا في اكادير باقا جديده. هاد ميلكا العاديه في كاع ليغو خديت هادي كراميل اوريو شوكولا بلون نوازيت كاين الاخرين من هادو 8 دراهم ميلكا بجميع اشكالها 8 دراهم. هذا ديال نيسلي هذا بالحق غير حيت قرب يتبريما دايره لي 15 درهم بروموسيون ولكن راه فاش كنقول لكم قرب يتبريما راه حتى شهر 10 راه اكيد ما غايقلش عندكم هاد المده كامله غادي تكونسوم. هذا ديال ماروخا هذا ما عقلتش على الثمن ديالو المهم واش 12 ولا 16 شي حاجه بحال هكا 12 14 16 ما عقلتش بالضبط. هذا راه وريتو لكم كنت واخده منه بزاف هذا خديت فيه غير جوج كنت باقا كيقلت لكم عندي وحده هاد مشات ليا
كاينه تبطل. المهم زبده الفول، الزبده ديال الكاوكاو بالعربيه ديالكت، هادي كرانشي كتجي فيها ديك التقرميشه، هادي دايره 20 جو بونس 20 درهم، وكاينه العجينه اللي ما فيهاش التقرميشه ب 14 يمكن 20. المهم انا العقله اللي ما فيهاش التقرميشه ب 14، حيت هذيك كنت هزيت في الاول فبقيت هادي. هذا توستادا، هذا بسكوي عزيز على بناتي، ما عرفتش لو بخي ديالو حيت حتى خارجين عاد شافو الزو مالوخا. هذا راه خديت فيه جوج هاد لي كوف، هادو خدينا فيهم ربعة. لوتوس الكبيرة، كاينة الكبيرة والصغيرة، وقيلة 30 درهم هاد الصغيرة، هاد الكبيرة هادي، الصغيرة 25 درهم. المهم شوفوا انا غنحاول كاع هاد الخطره الا بغيتو غنحط لكم هاد الفيديو ان شاء الله، نحاول نحطو لكم قبل الا بغيتو كنتو مهتمين انني نمشي نصور لكم عندها في المغازا، نمشي فاش نكون غادي ان شاء الله بحالي ونطلبها، حيت غنطرقها نطرقها ونحاول هكا ناخذ لكم لقطات ديال لي فري. هذا ميلك راه قلت لكم ميلك كلها ب 8 دراهم. هاد الملكة هادي الصغيرة، هادي دايرة ليها برومو، هادي بات سالي نهار 14 في شهر 8 دايرة ليها 2 دراهم، هادي د الأوريو، وهاد اليوم هذا حتى هاد البيض دايرة ليه 3 دراهم، هدا غيتبريما في شهر 9، لاخر كي قلتلكم في شهر 10، هدا كاع شفتو واش خديتو، وكنشوف هدا معرفتش لو بخي ديالو حيت أصلا مشفتهمش فاش خداو. المهم ماشي برومو، هدا حتى شهر 12، هدا نفس لي تا هو 15 حيت بيسالي في شهر 10. أوزمو كاينة عندهم تاهي، أوزمو راه باين لو بخي ديالها، كنحاول نزرب باش ميجيش الفيديو طويل، وفي نفس الوقت كنحاول نرد البال لا ننسى شي حاجة منبارطاجيهاش معاكم. المهم الأكثرية راه مخديتش صراحة، مخديتش شي حاجة أفار هادشي حيت غادي نرجع ان شاء الله، ملي كتكوني عيانه ما كيبقى كيبان لكم والو، وتلاقينا معايا الا مدخله السلعه وكيستفو فيها كان الحال شويه مروج، هذا علاش ما يمكنش انا نجي للشمال وما نديش هذا، كنحمق عليهم. هذه ريحتها زوينه زوينه، ريحتها غزاله تقريبا ما عرفتش كنشرح لكم نتي علاش هذا الشيء، ما عرفتش اش هاد الوردة ديالها، اش المهم هادي ريحتها زوينة، قريبة شوية ديال الدراري الصغار، جلدوش هذا كيقولو فيه الشمال 27 درهم، في الشمال قلتلكم في الفنيدق 27 درهم، كيقوليك 30 اللي مرخص مرخص دير ليه 27 درهم، عندها هي 22 درهم، راه قلتلكم كاين واحد الفرق كبير في الفخيا، هادي دائما كنتقداو عندها، إبتخادو هذا ديال الزيتون زوين. خديت هذا البنات، خديت شامبو ما لقيتش لابخي شامبو، خديت هذا بديل السيت، وخديت هاد لا كريم، هادي كريم دو سوا لي بخي ديال هادو ما عقلتش عليهم صافي. خديت هاد الزيت ديال جونسون، هادي خزانه هادي عزيزه علي انا جونسون نديرها، وخديت هنايا غير هادشي ديال الدراري الصغار، خديت الشامبو نو هادو لي بخي ديالهم تا هما معقلتش عليهم، كريم هدا كريم ديال لوكوغ، شامبوان و كريم دو دوش، و هادي واحد البارفان تاعي ديال الدراري الصغار ريحتها زوينة هادي، صافي جو بونس كانو هادو هما الحويجات لي شريت، فوالا هادو هما الحويجات لي شريت، قلتليكم أنا حاولت هكا نعطيكم لي بون بلون باش متعذبوش و تعرفو فين تمشيو تاخدو هاد الحاجة، و قلتها ليكم و نعاود نكررها ليكم، ما كاينلاش تمشيو تركاستياخو غير غادي تعذبو، لي ماغازان اكثريه ساتير، هادشي كلشي شرحتو لكم في الفيديو، نعاود ناكد عليكم سيرو لتطوان بالضبط، الناس اللي ما مخلطينش ديرو غير في الجي بي اس ثانيه ترمل، اين فوا توصلو تما سولو غير اي واحد سولتوه، راه الناس هنايا الله يعمر هذا اللي سولتيه راه كاين اللي يزيد معاك على رجليه تيوريك البلاصه فين، قولوا لهم يعرفكم فين كيبيعوا ديك السلعه ديال هاد المواد الغذائيه، وهذا غيوريوها لكم راه معروفين تما في ثانيه الرمل، وكلهم ماشي زعما راه كلهم عندهم لي بخي زوينين معروفين تما، بحال مثلا كتلقاي هادي مثلا هاد الحاجه دايره ليها 22
الاخر غتلقاه عنده 23، ولكن عنده واحد الحاجه هو داير ليها 17 وهي دايره ليها 18، فهمتوا؟ كتلقاي شي حاجه ناقصه عند هذا وزايده عنده حاجه والاخر هكاك. دونك كلهم غير تقداو عندهم، كلهم عندهم السلعه تبارك الله، كاين لو شوا، كاين عطا الله، وما كايناش عندهم لافونتاج اللي عندهم. ما عندهمش غير سلعه ديال اسبانيا، عندهم سلعه ديال الالمان حتى هي، عندهم باليه دونتيفريس ديال الكاربون، داك اللي عندي اللي كان بارطاجي معكم ديما اللي كناخذ ب 25 درهم. هذا كاع الناس اللي كيبيعوا باليه داير لي 25 درهم، كاين عندها هي دايره لي 18 درهم، غير باش تعرفوا الفرق في الاثمنه. صافي هذا مكان هنايا، غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون فدتكم سورتو هكا الناس اللي كتعجبهم التقديه. وهذا كي قلت لكم مازال ان شاء الله نعاود نرجع عندها، مازال بزاف ديال لي برودوي بغيت ناخذهم الى يسر الله. يا الله هنا نقول لكم خليت لكم الراحه في امان الله، السلام عليكم. هادو اللي ما بارطاجيتش معكم البنات، هادو واعرين، انا كتحمقني فيهم الفاني، ما بقيتهاش، لقيت عندها هي هادو الفريز، هادو راه الحقيقيين. بغيت حتى جيل دوش ديالهم والكريم ديال لوكور ديالهم واعر، هادوك الفاني ما عندهاش، خديت عندها هذا لابغيوم ديال لوكور دايره 20 درهم. هادي الفريز حتى هي ريحتها زوينه. هاد الملكه هادي ما عرفتش لو بخي ديالها، حيت لي سيتو انا وشفت لو بخي ديالو وعقلت عليه، راه قلت لكم لي سيتو البنات ما عقلتش. هاد توستاريكا 18 20 درهم هادي باش خداوها فوالا. انا عاوتاني نعاود نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، وكنتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه، اونكو نسيت شي حاجه حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.